علي حمزة من مدينة طمرة، أمر صار معك اللي وصفته إنه بالخداع. احكي لي إيش اللي صار معك ووين أنت اليوم واقف بالقصة اللي صارت معك. القصة ما فيها إنه شفت معلومات على قارب اللي هو موجود بالفيسبوك، شركة معي يعني الأوراق اللي بتثبت على بنى إنه قرض مالي لأشتري سيارة. حطيت التفاصيل الكاملة بالفيسبوك، رجعوا لي ثاني يوم. أنا كنت مين اللي رجع لك؟ شو كاتبة، كان اسمها اللي رجعت لك؟ شو قالت اسمها؟ الاسم ما ذكرتوش، يعني أنا عمال بطلع على الهكلتا اسم. تسجيلات اللي معك. قالت لي إنه بنحكي معك من خبرة الهلبقة، أنت حطيت تفاصيلك بالفيسبوك. رجعت لي مرحبا، يعني حكت معي بالثقة، بتقول لي أنت تركت تفاصيلك بالفيسبوك، إحنا بتعون الهلبقة احنا من القرض اللي من تقدم. القرض اللي أنت حطيت التفاصيل. بلشت تسألني شو الاسم، شو التفاصيل، شو رقم هويتك، وين رقم حسابك، وين هيك. اعطيتها كل التفاصيل الكامله على بناء انا بحكي معها وانا متريح، يعني مبين رقم مكتب اللي هو منظم، وقالت لي هي دارخ متسرق وتسار، يعني وزارة المالية هيك ادعت. هي هي ادعت هيك. بتقول لي بدي افحص لك قديش بيطلع لك الشورى على الهلبقه. بتقول لي قديش بدك انت؟ قلت لها انا طالب لحد 15,000. بأجت فحصات بتقول لي بيطلع لك في موافقة على 45,000 شيكل. قلت لا والله الضالين آمين، يعني انه قلت بسادة من هيك قديش السيارة مليحة. بس بتقول لي قال في اتحاد تيك اللي هو 1250. بلا شو قصة هذا الاتحاد تيك؟ بتقول لي اول شلاب يعني فتح ملف انك تاخذ القضية، 1200، تاخذ القرض. اخذ القرض 1250، بتخطيك 1250. بقولها الصراحة أنا أنت فاجأتيني بالاتصال اللي هو أنا مش متواجد بالبيت، أنا طالع على طالع على محل اللي هو رحلة 3 أيام طلعت عليها، ويعني مش راح أقدر أصل لبريد ولا أقدر أصل لأي إشي. لحظة شوي علي، يعني هي ثبتت لك قالت لك في موافقة للقرض عمليا، 45,000 شيكل، طيب، يعني وطلبت منك مبلغ. في عندي هكلتها للإشي، يعني تمام. تسجيل يعني بهذا الإشي. طلبت مني 1250، شددت كثير كثير انه يعني ادفع هاي. بقولها طيب خلص خليها لكان الاشي بعد ما ارجع من الرحلة. قال لا، بتقول لي قال هذا مفتزع عشان العيد، حملة العيد مش العيد. المهم اقنعتني لان انا كنت معنا اغير السيارة. اجيت شو اسمه، اجيت بتقول لي تعرف شو تعفير 1000 شيكل و250 بننزلهم من الهلبقة لما يعفروا أدخل. بقولها إذا عفرت اللي بتخاتيك هذا، يعني طلبت منك تنقل 1250 شيكل على حساب الشركة اللي هي بتشتغل أنا فيها. كان معي هذا المبلغ بس ما كانش كيف في شروط أو بالبريد، ما كانش لا في بريد ولا كان في إشي. ظلت وراي صارت تقول لي داخل الأبليكاسيا بالبنك، يعني عن طريق التطبيق. قالت لي خلال 24 ساعة بدي دافيروا المصاري. هسا أنا عندي بالتطبيق، خلال 24 ساعة دي مرقوا لك القرض. بمرقوا لي القرض، هسا ايوه، أنا عندي بالتطبيق لما بدي أعمل نقل المصاري. نقل مصاري ببينش نفس الوقت، عندي بين أوتوماتي نفس الوقت إنه طلع 1000 شيكل، بس ببين عندهن للثاني يوم. ثاني يوم اجيت ثاني يوم اتصلت فيها قلت لها هيك هيك، بتقول لي ليش ما بين عندك موافقة؟ قلت لها بين عندي بالتطبيق انه مرق عندك 1000 شيكل، وصورت لها الاشور اللي الموافقة. الموافقة وكل اشي. بتقول لي اه ماشي، لكان صارت توقوق هي بالحكي. انا حسيت في اشي، حسيت في نوع من الاشي، صارت توقوق. بتقول لي اه يا دعاء اقدم الملف تاعك. فيش ساعة زمان نفس النمرة بيبعثوا لي انه ابعث اوراق تثبت اللي دفخ جفون صورة الهوية واللي تلوشات الشغل. والله الضالين امين، انا يعني بعثت، انا رادد يعني وقلت بدي امشي وراها، يعني بعثت عن طريق الفاكس. ثاني نفس اليوم بيقولوا لي ناقص عندك، ناقص اوراق. اجيت اتصلت فيها بتقول لي طيب ابعثن شو المشكله، شو طلبه. بعد هاي المكالمه اللي صارت بطلت ترد على التلفون، شيله
بس بتبعث دعوات تقول لي ولا عرق من المكتب؟ ولا عرق من المكتب، بس سيرن. قد ما انا حكيت بالهدعوات بالرسائل بالواتساب، انطت نمرة واتساب، عملت لك قالت لي خلال 24 ساعة احنا بنقدمهن، وخلال هيك تكذب توقع. بعدين بطلت ترد، عملت لي الغاء بالواتساب، بالنمرة اللي كنت اصل فيها بالمكتب بطلت ترد، شالة شالة. قدمت شكوى عند محامي، قلت لهم بدي اروح على المشترى الشرطة. الشرطة، وقلت لهم بدي ارفع دعوة، بدي اتوجه كمان للاعلام عشان اقولكم يعني احذر العالم من هذا الاشي.